عفوا، أنت دفعت الكفالة؟ أجل، من أعطاك المال؟ السيد دانييل؟ لا، السيد أنطونيو لومباردو. السيد أنطونيو لو يعرف أن هذا المكان من النوع الرديء. أنت أيضا أفرج عنك؟ والعجوز؟ خرج باكرا. حسنا، هيا بنا. مهلا، ليس معي حتى لآكل. طلب مني إخراجكما لا إعطاءكما المال. يا الله، والآن إني أموت من الجوع. أعرف، ما أتعس حظي. سيد شوشو، أنا مستعجلة، سأنصرف. مهلا يا آنسة، يا آنسة، يا آنسة. مرحبا حبيب. أهلا حبيبتي، أين كنت طيلة الصباح؟ في الجوار مع الأصدقاء. راكيل وأنطونيو ذهبا إلى المطعم. حال نعم الأمر. اسمعي، ما رأيك لو نطلب من إسكيال أن يحضر لنا الغداء إلى هنا؟ أفضل، لأن السيدة فيكتوريا وماكس لا يطاقان. ها؟ صحيح. وأنت ما بك؟ لا، لا شيء يا عزيزتي، لا شيء. ما يجري هو أنني بدأت أسأم حياتي كمليونير. لا تفكر بذلك يا أبي. أولا كانت راكيل تريد الرحيل، والآن أنت. لا، أنا هنا سعيدة جدا. أريد إحدى صحف الظهيرة. حسناً. كنت أبحث عنك، أين كنت؟ أعلم قيادة السيارة للآنسة مرتا. أنت تلهو الآن مع الآنسة مرتا. أعتقد أن هذا لا يزعجك. لا. حسناً، عفواً. اسمع، وإذا دعوت الآنسة مرتا للخروج ذات ليلة، هل ترفض؟ سأحاول جهدي. حسناً. لماذا تتأملني؟ لأنك رائعة وأحب ذلك. لكنك توترني. إذن يجب أن تعتادي. هل حقا أبدو جميلة؟ أتريدين أن نسأل أيا كان عن رأيه فيك؟ لا لا لا، أرجوك. أنت رائعة وتعرفين ذلك، لكن ما لا تعرفينه هو أن لك سحرا خاصا بك. مثلا؟ السيدة تريد إطراء. موافق. لا، ليس هذا، أريد أن أكون واثقة من حبي. ما عساي أفعل أكثر لكي تقتنعي وتصدقي. تأكدي بأني لم أكن مع أحد بهذا، كيف أقولها، بهذا الضعف. لا، التفاهم. ولا تعلم كم أنا شاكرة لك. لا أريد شكرك، بل حبك. مرحبا. مرحبا. أهلا رودريغو. أهلا بك. مرحبا راكيل. أهلا بك أنطونيو. هل صحيح ما صدر في الصحف؟ عما تتحدثين؟ عن خبر صدر بالصحيفة أن والد راكيل أوقف لأنه أثار فضيعة في لهيارة. هل هذا صحيح؟ أمر لا يصدق بمثل عمره. هذا عدم لياقة يا مورا. عفوا، بدا لي غير معقول أن
وجدنا سيدا مثله. انتظري، ادفع الحساب. أنت لا تهابين شيئا. إذا كانت تلك طريقتك للحصول على أنطونيو فأنت مخطئة. اسكت أنت، أنت لا تعلم شيئا. أعطني حساب السيد لومباردو. شوشو، مرحبا، أنا وصلت. هل قلقت عليه؟ انظر، إنه سيد شوشو وهو أخي جابرييل. مرحبا جابرييل. ميتشيتا أخبرتني ما جرى لك. هل أنت تصنع هذه الأشياء؟ أجل، إنها جميلة. لا، إنها رائعة. شكرا. اسمع يا شوشو، يمكنك الاغتسال في الخارج حيث توجد مغازل. طبعا شكرا. من هو؟ صديق لا يملك حتى ما يأكل به، لكن توسل إلي وصعب علي أن أرفض. نعطيه ليأكل ويرحل. أنا جائعة. وهذا؟ جلبته قبل الذهاب إلى بيت العبد لتطلب منه المال. أخبرتك. أجل، حدثت مشاجرة رهيبة في النادي حيث أعمل. سبق وأخبرتني. وهو أيضا أخرجته خوليا؟ لا، خوليا لم ترجع. أخرجه رجل هو صديق شوشو، والآن لن أستطيع العودة إلى العمل نفسه. هكذا أفضل، فهو لا يعجبني. هل تعلم؟ بعد الغداء سأبحث عن صديقتي. يبدو أن العبد لم يعطها شيئاً، ولابد أنها تنتظر. يجب أن... كيف تشعر؟ تتألم كثيراً؟ يا إلهي، أنا ذا... انظر كم هو وسيم. تفضل. سنأكل في الحال. وماذا يخبرنا جابرييل؟ لا شيء. إنها فعلا لا تطاق، لا أتحملها، وتقول بأنها تريد مصادقتي الخبيثة. أنطونيو، رأيت الصحف؟ تقول أشياء رهيبة. ما عسانا نفعل؟ الآن لا شيء، كان يجب أن نفعل من قبل. أين ماكس؟ لا أدري، لكنه غير مذنب. سمعت ما قال؟ أعرف ما قال، لكن كان عليه أن يتأكد من عدم تسرب المعلومات لأحد. تضع اللوم عليه دائما، لا شك أنه لم يقصد أو لم ينتبه. يعلم جيدا ما يجب فعله عند حدوث أشياء كهذه. لكنه لم يقل شيئا، عاد مباشرة إلى هنا. حسنا، لا تهتمي كثيرا. لكن ماذا سيقول أصدقائك؟ بأنك تقربت من أسوأ عائلة؟ كل العائلات لها مشاكل، ألا يوجد منها في عائلتي؟ وأخطر بكثير. لكن لا أحد يدري بها، ومن يعلم بها لا يصدقها. لا أريدك حزينة. لا تفكري بهذه الأشياء المزعجة، فكري بي.
أحبك كثيرا. وأنا أيضا. لدي بعض الاتصالات، أراك لاحقا. مرحبا. أهلا. سيجارة؟ شكرا. بعد أسبوع تقودين بمفردك. أتعتقد؟ أنا متأكد، تحسنت كثيرا. ربما، لكن من نفع؟ لن أملك سيارة أبدا. يوجد الكثير منها هنا. ليست لي؟ لا أظن أن السيد أنطونيو يعارض إذا قدت واحدة. ربما أنطونيو لا، لكن غيره بلا. هنا هو الآمر. تحبين الأسطوانات؟ أعشقها. سأجلب لك منها ما تشائين. شكرا، لكن لا أدري. هل نلتقي؟ غدا نتابع التمارين؟ سأرد عليك.